نتواجد الآن في مكان الفاجعة دوار إغران، والذي يبعد تقريبا 5 كيلومترات عن مركز جماعة ثمروت. فعلا نتتبع أطوار البحث والحفر عن الطفل ريان، ونتمنى من الله أن ييسر الأمور حتى نصل إليه في أقرب الوقت، في أقرب الأوقات إن شاء الله، وفي أقرب وقت ممكن إن شاء الله يا رب. فعلا أن كنشكر جميع المتدخلين من السلطة المحلية، من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد العامل إقليم شفشاون، ورئيس دائرة، وقيادة ثمروت، وقائد قيادة ثمروت، وجميع المتدخلين الآخرون، جميع المتدخلين الآخرين بما فيهم الوقاية المدنية والدرك الملكي والمنتخبين والمجتمع المدني، اللي قدموا خدمات جليلة، خدمات يحسدون عليها في جو يطبعه نوع من التآزر والتضحية من طرف جميع الحاضرين هنا. فقط ما نلتمس من الساكنة ومن الحاضرين شيء من النظام وشيء من الهدوء حتى نحقق هذه المعجزة إن شاء الله يا ربي. فعلا أن السائقين ديال الآليات كيوصلوا الليل بالنهار، هذه لمدة تقريبا 3 أيام، وهم كيشتغلوا. كنشكرهم شكرا جزيلا على هذا المجهود اللي قاموا به، واللي في الحقيقة هو مجهود جبار، مجهود في الحقيقة كان يعجز اللسان عن تقديم الشكر لهم. الآن وصلنا الحفر تقريبا ما يفوق 30 متر، وإن شاء الله الآن نحن في المراحل الأخيرة من الحفر، يعني وصلنا للمرحلة ديال الحفر الأفقي، ونتمنى من الله أننا الهدف ديالنا نحققه، اللي هو أننا نوصلوا لهذا الطفل ريان إن شاء الله، وهو سالم على قيد الحياة. ونتمنى من الله أيضا أن يكون هذا في أقرب الوقت قبل طول الأمطار، الجو يتلبد والجو يتخيم باستمرار، ونتمنى من الله أن يعجل بالوصول إلى طفل ريان في أقرب وقت. وتحياتي لكم جميعا، وتحية أيضا لا ننسى أن أوجه تحياتي لجميع الصحافة الوطنية والدولية التي أثرت هذا الحدث العظيم والذي شهدته منطقتنا بجماعة ثمروت. وأيضا أتمنى من الله أن نكون عند حسن ظن الجميع، وشكرا لكم جزيلا. Thank you.